السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منورينا يا جماعه، تحياتي ليكم وتحياتي لكل حبايب قلبنا اللي منورينا على قنواتنا على اليوتيوب. كل سنه وانتم طيبين. تحياتي كمان لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. النهارده احلى ناس منورانا النهارده في الحفله بتاعتنا، او مش هنقول حفله، هنقول تجمع الناس اللي بتحب تربيه الكلاب في مصر. طبعا النهارده احمد مايكل، تمام، الناس برضو الجميله اللي منورانا، كابتن احمد برضو، صح، محمد فرحات ابو ادي، اهو جه، اهو حبيب قلبي، حبيب قلبي برضو، كابتن شريف، كابتن شريف، قناه درب كلبك بنفسك. على فكره يا جماعه تعتبر من اشهر القنوات على اليوتيوب برضو، فعارف احمد القناه دي درب كلبك بنفسك، القناه دي لها احترامها ولها تقديرها. وكابتن شريف منورنا، المنصوره احسن ناس طبعا، حبايب قلبي كلهم. ومحمد فرحات ابو عدي يا جماعه، غوات من غوات مصر، الناس اللي فاهمانا صح وفاهمانا في التربيه صح، والناس القديمه. وباشا مصر بقى، تمام، هيقلب بعد ما بيحل الكلاب، هيحل الهروب، هيحل الهروب، تمام. الكلام على بلابينو يا جماعه اهو، طبعا طبعا بلابينو واقف اهوت برده، بس وفي شراسه واخد طاعه وحراسه احمد، ها انا شايف ان الناس قلقانه منه اكتر من الكلاب، هو بيبص لنا، ربنا يبارك لك فيه يا رب. طبعا احمد منورنا يا جماعه، والاستاذ محمد عبد الجواد، تمام، طبعا منورنا كمان. وضيوفنا طبعا، تحياتي لكل ضيوفنا الجميله اللي منورنا النهارده. وكوكو قاعده هناك اهي، كوكو ابو محمد والنبي، كوكو هي قلقانه كده ومستغربه في ايه اللي في المزرعه النهارده. انا متعوده نيجي نلاقي المزرعه طبعا فاضيه، بس النهارده في حاجه غريبه. كوكو دي كان معانا في القنوات كلها، اكيد كلكم عارفينها يا جماعه، في الحلقات بتاعتنا كلها اللي بتخش في وسط الكلاب دي طبعا. ومورانيا منورانا برضو، طبعا قناه مطبخ مورانيا طبعا منورانا. وطبعا رجاله بورسعيد بقى، الناس الجميله، تمام، حبيب قلبي هون، حبيب الف الف حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. بورسعيد طبعا يا جماعه، بورسعيد الناس الجميله، الناس المحترمه، رجاله بورسعيد، هاني النمر طبعا اكيد كلكم عارفينه برضو، انت منورنا، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. طبعا يا جماعه بصراحه النهارده يوم جميل جدا، ويوم يعني التجمع ده حاجه احنا نتشرف ونعتز بيها، ان الناس دي منورانا، من الناس الجميله ومن الناس اللي قلبها ابيض ومن الناس اللي قلبها طيب. النهارده هنقضي يوم جميل جدا، هنتابع معاكم بحوالي مليون حلقه النهارده. حلقاتنا ديت المنظر هنا، محمد هينزل كله على اليوتيوب، احنا عايزين كل الناس تصور، تمام، وكلنا هنتجمع مع بعض باذن الله، وباذن الله نفضل مع بعض على الخير والشر سوا باذن الله. كل فكرتنا ان احنا نقدم للناس المعلومه الحلوه والفكره الحلوه، ويا رب ربنا يبعد عننا الشيطان، وربنا يبعد عننا اي حد بيحاول ان هو يوقعنا في بعض كلنا. لسه يا جماعه فاضل بقى حبايبنا طبعا مهند وحسن جايين في الطريق، تمام، وفي ناس جميله كمان جايه لنا النهارده. النهارده هنكون يوم جميل جدا، وكلنا هنتجمع مع بعض. تحياتي ليكم بقى، تابعوا معانا الحلقات اللي جايه باذن الله. تحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونلحق ننزل الفيديو قبل احمد مايكل ما يجري ياخد الحته دي ينزلها الاول، تمام، نلحق ننزل الحلقه دي. تحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا والناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل الناس الجميله اللي متابعانا من كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في محافظات مصر. النهارده الناس الجميله دي كلها النهارده مشرفانا، ومن الناس بصراحه اللي احنا نعتز بيها، احلى قنوات على اليوتيوب، كل الناس اللي بتوصل المعلومه بطريقه بسيطه وبطريقه سلسه. تحياتي لهم جميعا وباحترامهم. الدخله بتاعتك، لا خلاص، لا الدخله بتاعتك، لا الدخله بتاعتك، لا كل واحد هيعمل دخله، لا 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 الدخله، يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على كل متابعينا ومشاهدينا من جميع انحاء الوطن العربي كله. النهارده موجودين عند ابو نور في المزرعه، وربنا يا رب يكون يجعلها فتحه خير عليه يا رب. ودي للسنه الثانيه، صح؟ ثانيه، دي للسنه الثانيه، واول مره طبعا نزوره في المزرعه بتاعته، وربنا يا رب يجعلها فتحه خير عليه يا رب، يرزقه يا رب، يوسع عليه، ربنا يبارك. تحياتي جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده طبعا احنا عند ابو نور، رايحين نجامله، وشرف لينا طبعا وجودنا كلنا عنده، احنا وكبارات كباتن مصر، كابتن احمد مايكل، محمد ابو عدي، طبعا كابتن نور، كابتن وليد يونس، كلنا جايين نزوره، كلنا بنيه صافيه، بقلبنا نضيف، ملناش دعوه بالناس اللي زعلانه والناس اللي بتقعد تقول كلام ملوش لازمه.
جايين نفرح كلنا وعايزين يبقى يوم جميل علينا كلنا، ويا رب يدوم المحبه يا رب. اتفضل يا زميلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحياتي لحضراتكم جميعا. طبعا احنا النهارده جايين نشارك اخونا وحبيبنا كابتن ابو نور فرحته، نتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله، وفرصه حلوه جدا ان نتجمع كلنا في وقت واحد. وتحياتي لحضراتكم جميعا، منورنا يا جماعه. قلبت على قلبت نسانيس سبت الكلاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحب اقول لكابتن نور الف مبروك حبيب قلبي السنه الثانيه، وان شاء الله السنه الجايه اللي مع بعض كل سنه مطلع في الدرجه. حبيب قلبي ربنا يخليك لينا يا رب. طبعا يا جماعه تحياتي لكم جميعا وكل الناس الجميله اللي منورانا النهارده. النهارده يوم جميل، النهارده احنا لسه في بدايه اليوم باذن الله، حفلتنا طويله معانا لسه، هيكون يوم جميل باذن الله. الناس ديت بصراحه شرف لينا ان هي تقدر ان هي تقدرنا وتيجي لحد هنا، طبعا دي حاجه احنا نعتز بيها وحاجه كبيره جدا في نظرنا. نجي طبعا الناس الجميله ديت من الناس المحترمه بجد اللي احنا نعتز بيهم. تحياتي لكل متابعينا ومتابعيهم على قنواتهم على اليوتيوب، تحياتي لكل واحد مشترك عندنا على قنواتنا وعند محمد وعند احمد وعند كابتن وليد وعند كابتن احمد، عند الناس الجميله دي، تحياتي لكل واحد مشترك من قلبه وبيحب ياخد المعلومه بطريقه سلسه وبطريقه كويسه، وكل واحد بيحب لنا الخير وبيحب ان احنا نكون دايما مع بعض. تحياتي لكل حد منور عندنا على قنواتنا، تحياتي لكل الناس اللي منورانا النهارده، وتحياتي لكم جميعا، واحلى مساء عليكم، وباذن الله احلى حفله النهارده مع الناس الجميله ديت باذن الله ومشيئه ربنا. طبعا احلى مساء عليكم، وهنتابع بحلقات تانية زي ما وعدنا وقلنا، كل يوم حلقات هننزلها على قنواتنا على اليوتيوب. عايزين بس نقول معلش تحيه كبيره قوي لاهل العراق وكابتن ابو مختار اللي بعت تحيه مخصوصه لكابتن ابو نور حبيب قلبي، وكابتن خالد بتاع الكناين بعتين تحيه مخصوصه لابو نور حبيب قلبي. امسك ملابينه، امسك ملابينه، امسك ملابينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيب قلبي، حبيب قلبي. عايز سؤالها تاني؟ شوف قالت حبيب قلبي، حبيب قلبي. ماشي، ما موجوده في التليفونات يا جماعه. حبيب قلبي احنا مع بعض تاني، هنصور تاني، هنصور. هياخد البلابين هو خلاص يا قصته، اقف كده، اقف كده، تعالى اقف، تعالى تعالى. عصو هاي يا ماشي، خد تعالى كبير، تعالى هنا جنبك. يلا عمرو بيه اودي زي ما انت في المجال بتاعك، ما تيجي يا اودي. لا ده الناس بتطلبك بالاسم في المهرجان. هنبص فين يا جدعان؟ كل واحد فينا بص. لا لا انا بص على البيت اللي هناك ده حسن. بص ينفع ينفع ينفع. الله الله، اللقطه دي لازم تنزل على اليوتيوب كده، هتتكسي يا عم الكسي كده. انت هتهرب طول اللي خليك عشان انا ماكس يا احمد. خليك ركش عشان انا ماكس خلها يعني. انت هتهرب طول القعده بس معايا. بص فين بس؟ هنا هو هنا عندنا. ايوه هو حاطط ايده على. ما ينفعش دي يعني، لازم اللقطه دي. طيب انا واقف على ميكي. يا رب يفرحنا كده ونفرحنا يا رب، يا رب الفرحه دايما يا رب، كل حد كده في كل فرحه يا رب ان شاء الله. عامل ايه؟ صورني 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 صورني. لا لا بخير ولا بخير. انا لسه بروح يعني نس ناس ماشي فريح نس ناس. يعني انت هتبقى كده فريح وانت تروح على دبي. ساعده تاني مش ابعده عني مهما يعملوا. ايوه عرفت انا انت معاك. ايوه انا مستفز بس عاشقك بجد. لو يوم قبل حد غير الدنيا نهتها. ماجد الماجد. قلبك حجر اللي حبك قدر. قلبك ليه ده هجر؟ قلبي وسود دنيتي. اجمل عيون لو تشوفها تحبها. اغنى غمزة رمشها فرحي وحزني وضحكتي. عاشق سكن قلبي دق وحن بعد كله ركن. انت قمرهم كلهم
اسعده تاني مش ابعده عني مهما يعملوا ايوة عرفت انت معاه بس عاشقك بجد لو يوم جيبي لحد غير الدنيا انا هدها دوقلك مرار وانا صعب بطل خط ورجع تعال مش مستهلة كل ده الحياة يومين يلا نعيشها لوحدنا نبني بيتنا وعشينا عشقك ايوة يا متعبة سنك انت انت صاروخ عصفورتي الحتة قلبي تقطع حتة حتة نسمع عليك ده غالي عايزك في الحالة يلا نبدأ تعال قلبي ليك دمع عارف مهما يكون هجيب مش بتاع كلام عاشق مش عارف انا قلبي تعبني حرام قلبك لا مقدرش اسيب يا ام الغمدة ست البنات لما بتزعل ساعات